السلام عليكم مشاهدينا، اهلا بكم الى الموجز الاخباري من قناه الشروق. دشن والي الخرطوم المكلف احمد عثمان حمزه والامين العام لمجلس السياده الانتقالي محمد الغالي علي يوسف صباح الامس امام البوابه الجنوبيه للقصر الجمهوري بمشاركه لواء الحرس الجمهوري برنامج تحسين وجه العاصمه الخرطوم، والذي يستهدف ازاله النفايات والتشوهات والمخالفات. وعبر والي الخرطوم المكلف خلال مخاطبته بداية التدشين عن تقديره للمشاركات الواسعة في البرنامج، مشيرا لتخصيص يوم الأربعاء من كل أسبوع يوما للنظافة وإصحاح البيئة بالولاية. وأعلن الوالي عن مشاركة رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان قبيل ظهر الأمس في تدشين البرنامج أمام القيادة العامة. كشفت وزارة التخطيط الاقتصادي عن اكتمال سداد مستحقات المعلمين والوفاء بالتزامات الوزارة الخاصة بالبديل النقدي لهم. وأبانت مدير الإدارة العامة للموازنة حياة شمت في تصريح صحفي أن وزارة المالية أكملت خلال شهر فبراير الجاري تحويل مستحقات المعلمين بالولايات بموجب قانون قسمة الموارد وفق الكشوفات التي وردت للوزارة من ديوان الحكم الاتحادي، ليطلع الأخير بمهام القسمة الأفقية بين الولايات. وكشفت شمت عن اكتمال تحويل البديل النقدي للمعلمين بجميع الولايات، كما تم سداد فروقات تحسين شروط الخدمة للعام 2022 لمعلمي ولاية الخرطوم، على أن يكتمل تحويل فروقات الولاية كاملة فور رفض وزارة المالية ببيانات الولايات. دشن مدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب بقوات الجمارك مزمل علي عباس بفرعية مكافحة أمدرمان العمل بمجموعة من الأنظمة الحديثة والمتطورة في مجال مكافحة التهريب وكشف الجريمة الجمركية، حيث شملت نظام التتبع عبر الأقمار الصناعية ونظام التتبع الداخلي ونظام الرادارات الأرضية المتطورة. وأوضح في كلمته للقوى أن مجموعة الأنظمة التي تم تدشين العمل بها ستكون إضافة نوعية لتعزيز مجهود مكافحة التهريب وللقيام بأدوارها كاملة، وسيبدأ العمل بها فورا من أجل الحد من عمليات التهريب المختلفة. وأخيرا أعلن والي النيل الأبيض المكلف عمر الخليفة عبد الله التزام حكومة الولاية بتكملة النقص في الأجهزة والمعدات والكوادر الطبية. جاء ذلك لدى زيارته التفقدية ظهر الأمس لمستشفى مدينة الشوال، والذي تم تشييده بالجهد الشعبي والخيرين ومساهمة منظمة ألفت. وامتدح الوالي الجهود الكبيرة التي قام بها أبناء مدينة الشوال في الداخل والخارج وفي تشييد المستشفى بأحدث المواصفات العمرانية، وقال إنه سيتم توجيه وزارة الصحة بالولاية لزيارة المستشفى وتحديد النقص في الأجهزة والمعدات الطبية والأقسام المتخصصة وتحديد الكوادر الطبية التي تعمل على التشغيل والاستمرارية في تقديم الخدمة بصورة مستديمة. نهاية الموجز مشاهدينا، دمتم في أمان الله.